فكرة فريدة من نوعها، تحقق دخلاً لا بأس به في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. والده اقترحها عليه وساعده في تنفيذها على أرض الواقع. الشباب في الشمال السوري يواصلون العمل ليل نهار في سبيل الحصول على فرصة عمل تحقق لهم دخلاً في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين السكان وشح المصادر. الكثير منهم يفكرون خارج الصندوق في ابتكار وسائل غير تقليدية لتأمين عمل يساعدهم على كسب المال وإعالة أسرهم. فما هي قصة كوماجي الفزعة؟ البداية من عند الشاب محمد بكور، أحد سكان مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. فهو أحد الشباب الذين عملوا بجد لتأمين عمل خاص بهم. افتتح بكور مشروعاً صغيراً سماه كوماجي الفزعة. المشروع انطلق قبل أسبوعين، واستجاب خلال هذه الفترة عدة أشخاص طلبوا المساعدة، سواء في أوقات متأخرة من الليل أو في أماكن بعيدة عن محل التصليح. الاستجابة تتم بعد الاتصال به أو التواصل عبر تطبيق واتساب. يتركز عمل كوماجي الفزعة في مدينة أعزاز والبلدات القريبة منها، مثل كفر كلبين وكفر جنة وقطمة وسجو والندة ونيارة وشماريخ. يتقاضى الشاب من 70 ليرة إلى 100 ليرة تركية لقاء القيام بمهمته. مشروع كوماجي الفزعة يعتبر فريداً من نوعه على المستوى المحلي. والد الشاب هو صاحب الفكرة، استوحاها من مهن مشابهة في تركيا، وانطلق بها بكلفة قدرها 1500 دولار من دون حساب ثمن السيارة. فكرة المشروع تعتمد في المقام الأول على إصلاح إطارات السيارات المتعطلة بدون التقيد بمكان محدد، من خلال سيارة مزودة بمعدات أشبه بمحل متنقل. المشروع جاء في ظل معاناة سائقي السيارات في شمال حلب من الأعطال المتكررة في إطارات آلياتهم بسبب وعورة الطرق. في غالب الأحيان يتعذر وصول السائق إلى المحل المخصصة للتصليح بسهولة، ومن هنا أتت فكرة كوماجي الفزعة للوصول إلى السيارة المتعطلة في موقعها بعد الاتصال بالقائم على المشروع عبر رقم مخصص. بكور يقول إنه ينتوي افتتاح محل خاص بإصلاح الإطارات، وبحث لفترة طويلة عن محل يتناسب مع إمكاناته، إلا أن ذلك تعذر بسبب إيجارات المحلات المرتفعة والتي تتراوح بين 100 و150 دولاراً. فكر بكور في سيارة شقيقه، فاقترح عليه تحويلها إلى محل كوماجي متنقل مزود بالمعدات اللازمة، ويعتمد بشكل رئيس على إصلاح إطارات السيارات في حال تعطلت على الطرقات البعيدة عن مركز مدينة أعزاز. أصحاب السيارات أبدوا إعجابهم بالفكرة لكونها تنهي معاناتهم بمكالمة هاتفية. في حال تعطلت سيارة أحدهم أثناء تأدية أحد الطلبات في المدينة أو ريفها، الفكرة مفيدة لكثير من أصحاب باصات النقل الصغيرة أو التاكسي، خاصة أولئك القاطنين في المخيمات المحيطة بمدينة أعزاز. بعض السائقين يعانون من أعطال مفاجئة في إطارات سياراتهم، ويكتشفون ذلك صباحاً قبل الخروج إلى العمل، وبذلك يكون كوماجي الفزعة خياراً مناسباً لهم.